كيف دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشوفوني دون سيت نوفيل فيديو. نتمنى تكونوا دوزتوا نهاركم مزيان وصيامكم مقبول ان شاء الله. الوغ لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله اللي غادي نتكلم فيها على لي بلان او بيان لا بارتي لا بلوز امبورطونت ولا بارتي اللي كتشكل عائق لكثير منكم بيان سور صحاب الجهوي الا من كنتكلم واللي هي لا برودكسيون اكريت. كيف ما كتعرفوا انني ديجا خدمت معكم دي فيديو على لي بلان كاملهم حطيت لكم لي ستريكتور ديالهم. بالنسبه للناس اللي مازال ما شافوهمش يدخلوا البلاي ليست ديال اصحاب الجهوي تما غادي تلقاو كلشي غتلقاو اي حاجه كتعلق بصحاب الجهوي. المهم خدمنا اولا حطيت لكم اون فيديو على لو بلان سامبل لو بلان كونسيسيف لو بلان ديالكتيك لو بلان كومباراتيف اي لو بلان اناليتيك. بصراحه مازال ما درتش معكم دي زيكزامبل اللي هكا يكونوا كونكري باش انكم تعرفوا كيفاش تخدموا. ان شاء الله غادي نديرهم معكم في هذه الايام. غير هو اليوم غادي نتكلم معكم على واحد المساله كتشغلكم بزاف واللي هي اش من بلان تستعمل في اي موضوع ولا كيفاش نقدر نعرف ان هذا الموضوع لا غيليق ليه هذا لو بلان او ان هذا الموضوع ما غيليقش ليه مثلا هذا لو بلان غيليق ليه واحد اخر. يعني شنو هي الحاجه اللي غادي نقدر نعتمد عليها باش انني نعرف دو كيل بلان جو دو ترافاي. الوغ هادشي علاش غادي نجاوبكم ان شاء الله في هذا الفيديو. وكذلك غادي نحاول نقول لكم شنو هو ولا شنو هما لي بلان اللي تقدروا تعتمدوهم في الخدمه ديالكم وتدربوا عليهم راسكم ما حد باقي الحال. حيت صراحه كاينين دي بلان من هذوك اللي عطيتكم انا خمسه تقريبا وكاينين بزاف. غير هو بيان سور من الاحسن انكم تبازيو على واحد او على جوج من الاحسن باش هكا ما تخربقوش. يعني اليوم غادي نحاول نقول لكم شنو البلان اللي غيليق لكم في الخدمه وكذلك نجاوبكم على لا كيسيون اللي محيراكم. اول حاجه بالنسبه لشنو البلان باش نقدر نخدم ولا كيفاش نقدر نقدر انه هذا البلان باش غنخدم مع الامتحان او واش كاين شي سؤال كيتطرح بواحد الطريقه معينه اللي غيخليني نفهم انه خصني نخدم بان تيل او تيل بلان. الوغ لا ريبونس على هاد لا كيسيون هي انه ما كاينش شي سؤال كيتحط كتعتمدوا عليه. مثلا يقول لك بارطاجي فو سيت اوبينيون ودير لو بلان سامبل ولا قالوا لك دي جون كي سون افيك دي جون كي سون كونتر دير لو بلان ديالكتيك. الا ما كاينش هذه القضيه وهما اصلا نهار الامتحان الجهوي ما عمرهم ما كيطرحوا عليك اون كيسيون ويقولوا لك خدم بان تيل بلان هكا يسميوه لك يقول لك خدم لو بلان فلاني. هما ما كيطرحوها عليك ما كيقولوش لك خدم هذا البلان ولا خدم بلو بلان الاخر حيت هما اصلا ما كيعترفوش بلي بلان. الحاجه اللي كيعترفوا بها هو النص الحجاجي او لا لو تيكست ارغومونطاتيف. الحاجه اللي كيعرفوها هما اللي كيبازيو عليها في الخدمه وفي التصحيح هي تكون عندك اون ستركتور بيان ديتيرميني وتكون زوينه وتكون مرتبه اون برودكسيون اكريت اللي تكون فيها انتروداكسيون يكون فيها ديفلوبمون تكون فيها كونكلوزيون مزيانين وكل واحد منهم عنده المعايير المناسبه ليه. هادشي علاش كيعتمدوا فقط. اما بالنسبه لقضيه لو بلان فهو كيبقى فقط واحد الحاجه اللي كتساعدكم على الخدمه. كنعطيوكم بزاف ديال لي بلان وكنقولوا لكم ها كيفاش كيتخدم الموضوع في هذا لو بلان ولو بلان الاخر كيفاش كيتخدم البلان الاخر كيفاش كيتخدم وانت كتختار اللي بغيتي. يعني نهار الامتحان ما تسناش انهم يقيدوك يعني يوريوك الطريق ويقولوا لك شنو هذا هو باش تخدم ولا ما تخدمش بالاخر. يعني انت خاصك تكون راسم فراسك قبل من نهار الامتحان لو بلان اللي خصك تخدم عليه ولا اللي بغيتي تخدم عليه وتكون ديجا خدم عليه في الدار ومدرب عليه مزيان. يعني هاد كيسيون جيسبر نكون جاوبت عليها وتكونوا فهمتوا وتدينا هاد القوس. اما بالنسبه لو بلان اللي مزيان لكم ولا البلان اللي خصكم تخدموا به ولا لو بلان اللي بلوز او موان نقدروا نقولوا غادي تربحوا فيه بلوس دو نوت. هادشي ما كاينينش ان لي زوتر بلان ما فيهمش دي نوت مي كاين واحد القضيه اللي زايده في هاد لو بلان اللي غنقول لكم هو انه كتخول لكم انكم تخدموا اكثر انكم تعطيو دي زارغومون اكثر انكم تبينوا للمصحح انكم فاهمين الموضوع اكثر وانكم كتعرفوا تارغومونتيو كتعرفوا تديو تجيبوا في الهضره. يعني كتعرفوا عندكم ان فوكابولير وبحال نقولوا عندكم ان باجاج وعامرين شويه في دماغاتكم. بيان سور الكثير منكم ما غاديش يتفق معايا غيقول لك لا راه حنا ما باغيينش نكثروا علينا الخدمه حنا ما باغيين كاع نبينوا راسنا حنا كنعرفوا نخدموا بارك علينا غير على غير واحد لو بلان اخر المهم انا غنسميه لكم. مي انا وجهه نظري وهذا الشيء باش نصح التلاميذ اللي كانوا تبعوا معايا العام الفايت والحمد لله خدموا به وجابوا دي بون نوت
في الامتحان الجهوي، وكنت ساتيسفيت وتا هما كانوا فرحانين وعجبهم الحال بزاف. واصلا هاد البلان ما صعيبش بزاف، اللي هو البلان ديالكتيك. الوغ لو بلان ديالكتيك واحد لو بلان اللي ديجا تكلمنا عليه وديجا خدمته لكم، وان شاء الله غادي نخدم معكم به ان اكزامبل ديال لا سوليتود. الى كتاب من مور هاد لا فيديو نصوره، ما عرفتش المهم على حساب راكم عارفين دابا مع رمضان لو بروغرام كيتبدل وبزاف د الحوايج كيتخربقوا لك. المهم نحاول ننظم الوقت ديالي وندير لكم ان فيديو على ديجا راني موجوده مازال ما صورتهاش. المهم le plan dialectique فيه كي قلنا دو تيز، لا تيز افيك اي لا تيز الكونترير او لا او بيان مونتي تيز، وكتكون فيه ان ريزومي اللي تقدروا تستغناو عليه ماشي ضروريه، والكونكلوزيون دائما ما كتبدلش هي، ولا انتروداكسيون كطرحوا فيها السوجي وكتعطوا فيها ان كيسيون، وفي الخاتمه كديروا البوان دو في بيرسونيل ديالكم او بيان ان ريزومي يكون صغير. علاش اختاريت لكم لو بلان ديالكتيك؟ حيت واحد لو بلان اللي قلت لكم فيه دو بارتي الا ما كانوش 3، وكتعطيو فيهم في كل بارتي كتعطيو لا تيز المؤيده ولا تيز المعارضه، كل تيز كتعطيو فيها دي زارغومون اللي يكونوا بيرتينونط. انا ملي كنقول لكم دي زارغومون كنقولش لكم تجيبوهم من تحت عليكم من السماء، كيخصكم تكونوا موجودين لهم ديجا. هاد الهضره ديجا قلتها لكم، كتكونوا موجودين لهم ديجا في الدار باش غادي تعرفوا انني انكم توجدوا لهم في الدار غتخدموا على لي تيم، حيت الموضوع الانشائي دائما ما كيخرجش على موضوع القصه ولا موضوع الروايه المطروحه. الا تحطاتيكم انتيكون غيطرحوا لكم ان كيسيون عندها علاقه بلي تيم ديال انتيكون، وديجا حطيتهم لكم في فيديو نحاول نخلي لكم في ديسكريبشن ونخلي لكم سكرين شوت ديال المينياتور ديال هنا. الا تحطات لكم لا بواط ميرفي بيان سور غيحطوا لكم واحد من لي تيم ديالهم. هاد لي تيم ديال لا بواط مازال ما حطيتهمش لكم، ان شاء الله حتى هي نصورها ونحطها لكم. الا حطات لكم لو ديرني جو حتى هي غتحطوا لكم واحد من لي تيم ديالها. يعني شنو خصني ندير انا كطالبه ولا كتلميذ في سنه اولى باك؟ غادي نمشي نخدم على لي تيم ديال لا بواط ديال انتيغون ديال لو ديرني جو دان كونداني. واخا هما غادي تقولوا لي كثار، ولكن اللهم نخدم عليهم في الدار ما حد باقي عندي الوقت، ونعرف كلكو زارغومون على كل وحده منهم. وما تخافوش حيت كاينين دي تيم مشتركين بيناتهم، بحال لا سوليتود، بحال لو سويسيد، بحال المهم لو دووار حتى هو راه مشترك اونتيغون، وكاين حتى في لا بواط كاينين دي تيم اللي مشتركين بيناتهم. يعني يكفي انك تعرف 3 تيم 3 باردون 3 زارغومون افيك اي دوطر كونتر كي سون كونتر. قلبوا في جوجل، قلبوا في دي برودكسيون اكريت وي في دي فيديو في يوتيوب، قلبوا. مهم حاولوا انكم تجتهدوا، الله يرحم لكم الوالدين في الدار حيت باقي عندكم الوقت باش انكم تاخذوا لا نوت اللي كتحلموا بها. كتخليو بزاف ديال الكومونتير، دعيو معايا نجيب 17، دعيو معايا نجيب 18، دعيو معايا نفرح والديا بالنقطه اللي كنتمنى. قبل ما يدعيو معاك الناس دعي انت مع راسك، وقبل ما تدعي مع راسك خدم خدم، حيت ما يمكنش الدعوه هي سيدي ربي كيستجيب، ولكن راه كيقول لك سيدي ربي خدم يا عبدي وانا نعينك. يعني انت خصك تخدم وانا نعاونك من الفوق، ماشي تسنى مني المعاونه وانت ما داير والو. واللي بغى يدير واحد الحاجه خيخصو يسعى ليها قبل ما انه يطلب المساعده من شي حد. الوغ كو الدعوات راه نقدروا ندعيو مع بعضياتنا الليل وما طال والنهار وما طال، ولكن انت خصك تخدم على راسك. سير خدم على لي تيم اللي عندك، جيب دي زارغومون، قلب في جوجل كيف قلت لك، ماشي قلت لك غطيحهم عليك غيجيو غيطيحوا عليك من السما. فهمهم، استوعبهم وحفظهم باش نهار الامتحان ان فوا تحط لك ان تيم كيف ما بيكون واحد من هذوك لي تيم اللي غيتحط، غتلقى راسك ديجا عندك لي تيم لي زارغومون باردون في راسك. يعني غتلقى عندك باش تحفظ، عندك باش تخدم زعما. الوغ هذا من ناحيه ديال لو بلان ديالكتيك. بما انه لو بلان ديالكتيك ما كيعجبش بعض منكم وكيجيهم صعيب وفيه دي زارغومون كثار وما باغينش تخدموا به، كاينين الناس اخرين نقدر نقول لهم الا ما بغيتوش ديالكتيك خدموا بلو بلان سامبل. يعني هاد لي دو بلان هما لي بلان المناسبين لاي واحد فيكم، المناسبين لكم كاملين. يا اما لو بلان ديالكتيك واللي كنرجحوا في المرتبه الاولى، وعاد يا اما لو بلان سامبل. لو بلان سامبل هو المرتبه الثانيه، خليوه لا دوزيام، لو دوزيام شويه حيت لو بلان ديالكتيك حسن. يعني انا كنقول حسن
الا ما قدرتوش في حالة ما قدرتوش خدمو ديك الساعه بالبلونسابل حتى هو راه مزيان ماشي ما فيهش النقاط حتى هو فيه البركه ديالو خدمو لي زاركيمون حيت هو فقط فيه باراغراف واحد يعني فيه لا تيز ما فيهش لونتي تيز ماشي بحال لو بلون ديالكتيك هذا هو الفرق بين سامبل وديالكتيك الا ما قدرتوش تخدمو بلو بلون ديالكتيك خدمو بلو بلون سامبل حتى هو راه مزيان جيبو دي زاركيمون يكونوا بيرتينونط وخدمو بلا ستركتور اللي ديجا خدمت معكم وما ديروش بيرسونيلمون في الديفلوب ما ديروش بور موا وما ديروش جو في الديفلوبمون هادشي انترديت في لو ديفلوبمون ديروها في الكونكلوزيون فين مسموح لكم انكم ديروا هادشي هادشي اللي كاين بالنسبه لها لي بلون لي تقدروا تخدموا بهم في لا برودكسيون اكريت نهار الامتحان الجهوي يا اما لو بلون ديالكتيك وراه شرحت لكم علاش يا اما لو بلون سامبل حتى هو وراه شرحت لكم علاش جيسبر نكون جاوبتكم على التساؤلات ديالكم وجيسبر تكون لا فيديو واضحه ونكون كنفيدكم ولو بشويه من هذاك الشيء اللي كنعرف هادشي اللي كاين تهلاو في راسكم وتابوناو بيان سور الا كنتو جداد وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد و قبل ما نسد لا فيديو بغيت فقط نقول لكم انه جيمري بيان في هذا رمضان ان شاء الله ندير معكم ان بروغرام يكون زوين ديال المراجعه ما نضيعكمش وما نخليش حتى انا ندير جهد باش انا نخدم معكم صراحه في بالي بزاف ديال الافكار ما عرفتش شنو ندير معكم واش ندير معكم واحد لو جونغ دي فيديو اللي كيدار بزاف في يوتيوب اللي هو ستادي ويد مي وبيان ودروس معي وندير راسي انني كنراجع حتى انا الجهوي ونراجع معكم ولكن تتكون لا فيديو طويله صراحه و جو بونس انني ما غاديش نتوفق انني نديرها سورتو انه عندي البنيه صغيره كتبرزطني وعندي الشقه وعندي بزاف د الحاجات هي نيس كتجري عليا انا كتجري قدامي المهم يا اما ندير معكم مثلا ان بروغرام اللي يكون فيه مثلا لي برودكسيون ايكريت نخدموا دي برودكسيون نخدموا دي تيم اللي غادي نتوما تختاروهم ونخدموا كذلك لي كور دو لانغ يعني مثلا نهار ندير لكم برودكسيون ايكريت ونهار الاخر ندير لكم كور دو لانغ من هذوك لي كور اللي تكلمنا عليهم راه كاينين ديجا 5 أو 6 اللي مهمين بزاف كيتحطوا في الامتحان الجهوي جاوبوني في لي كومونتير خليو لي الراي ديالكم وتعليقاتكم قولوا لي اشنو نديرو واش نديرو برودكسيون اكريت تيم ونديرو نديرو الكور دو لانغ اولا شنو ولا عندكم نتوما بيان سور الا عندكم نتوما بيان سور اقتراح اخر من غير هادو اللي قلت لكم خليهم ليا هما في لي كومونتير مرحبا بتساؤلاتكم واقتراحاتكم وارائكم كلها على راسي وعينيا تهلاو في راسكم حتى لاون اوتر فيديو ان شاء الله السلام عليكم